خلال زيارته الرعوية إلى الأردن، استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأجنبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نيوستات، غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلداني في العراق والعالم، حيث أشاد غبطته خلال اللقاء بحالة العيش المشترك الذي يجمع أبناء الوطن الواحد في الأردن، داعياً إلى وحدة الكنائس حتى يكون رعاتها قدوة لكل البشر، وأن يحافظ المسيحيون على هويتهم المسيحية، حيث يجب أن يقربنا الدين من بعضنا بعضاً ولا يفرقنا. المسيحيين يعني عندهم هذا الشعور الإنساني المتجذر، لأن التجسد الكلمة تصير جسد، والمسيحي هم لازم يتجسد تعليم المسيح. يعني فهناك قوة روحية إلهية لازم المسيح يكتشفها ويفعلها. يعني وما لازم نحن ننغلق على طقوس وعلى إدارات وهيك، لازم يكون لنا هذا الحس النبوي، هذا مفقود في مجتمعنا. نقول كلمة نبوية حتى لو كانت صوت صارخ في البرية، يعني هيك. هذا ما كثير نشوفه، يعني بالرغم أنه البابا صوت نبوي يعني على صعيد العالم. يعني بلداننا تحتاج إلى هذا الصوت الغير الرتيب، يعني كله هيك رتابة، كله هيك منزل. نعم. عادات وتقاليد وممارسات ورتابة. رتابة. في حين العالم بسرعة عم يمشي نحو الحداثة. اليوم العالم صار قرية رقمية يعني.